أهلا، كيف حالكم؟ اليوم قلت بدل لا أعمل ريسبي خليني أتكلم شوية عن حاجة لها علاقة بالطبخ، بالذات إني أمس قليت وكذا أحد سألني إيش الزيت اللي استخدمته في القلي، ولقيت إنه في شوية كونفيوجن على الزيوت المستخدمة في الطبخ، فحطيت لكم 4 أنواع مختلفة، 4 شركات مختلفة، كل واحدة زيت من مصدر مختلف، وقلت خليني أتكلم عن واحد واحد وإيش كل واحد استخداماته. الزيوت اللي موجودة هنا هي أكثر زيوت تستخدم في البيوت، ما حدخل في الزيوت الثانية اللي هي زيت الزيتون والزيوت مثلا بذور العنب أو مثلا الأفوكادو، هذه مختلفة. أنا بتكلم عن أكثر زيوت موجودة في البيوت، وخاصة اللي احنا داخلين على رمضان، فأكيد الناس حيكون عندها أسئلة إيش الزيوت اللي تستخدمها. فيجيتابل أويل أو زيت نباتي، سن فلاور أويل اللي هو زيت دوار الشمس، كورن اويل اللي هو زيت الذرة، وكانولا اويل اللي هو نفسه زيت الكانولا. هبدأ بالكانولا اويل، ليش؟ لأنه زيت الكانولا نسبيا يعتبر جديد مقارنة بهدول الثلاثة، والناس ما عندها معلومات كفاية عنه. طيب، زيت الكانولا هو تقريبا ثالث أكثر زيت يستخدم في العالم، باي ذا واي. من بين هذه الزيوت كلها، زيت الكانولا هو أقل واحد فيه دهون مشبعة ساتشوريتد فات، وهو فيه أعلى نسبة أوميجا 3. هذولا ما فيهم اوميجا 3، هذا الوحيد اللي حتلاقوا فيه له اوميجا 3. غير كده طبعا هو بلانت بيست. السموكينج بوينت او درجة التدخين، وقبل لا اقول لكم كم درجة التدخين، بس ايش هي درجة التدخين؟ درجة التدخين دائما تقرؤوها او تسمعوها في الزيوت لما نكون بنطبخ، يعني هي الدرجة اللي في درجة حرارة مئوية او تتحسب بالفهرنهايت، اللي هي فين يوصل لها الزيت ويبدا يدخن، تبدا المواد الغذائية اللي فيه تتحرق، يبدا يطلع ريحة ما هي كويسة، ويبدا يتغير لونه وطعمه. بعد هذه المرحلة ما المفروض ان احنا نستخدم الزيت، وطعمه اصلا يصير جدا سيء، حتى قوامه يبدأ يصير شوية اقرب للصمغ. من بين هذول كلهم زيت الكانولا عنده اقل درجة تدخين. يعني ايش يعني اقل درجة تدخين؟ يعني هو يتحرق اسرع من هذه الزيوت، انا حطاها بالترتيب، فهو اقل واحد. درجة السموكينج بوينت فيلو 225 درجة مئوية، فوق 225 درجة مئوية حيبدأ يتحرق معكم الزيت ويبدأ يطلع دخان، فما حينفع نستخدمه. مو معناته انه هو ما ينفع يستخدم في القلي، بس انا شخصيا ما اقلي فيه. انا اذا حاقلي فانا اخذ زيت نباتي، او بعد يجي اللي هو زيت دوار الشمس. بس الكانولا اويل متى يستخدم؟ يستخدم مرة كتير في الستير فراي، اذا بنطبخ حاجة بسرعة على حرارة عالية، اذا مصممين انه تبوا تستخدموه في القلي، فيكون القلي السريع، ما يكون القلي اللي هو ياخذ وقت 7 أو 8 دقائق، لا، اللي هو شغلته دقيقه او دقيقتين. غير كده عشان هو نكهته يعتبر خفيفه نسبيا، فاحنا ممكن نستخدمه في البيكنج، نستخدمه مع الحلا، نستخدمه في الكيك، حتى في ناس يحطوه في السلطات از الدريسنج حق السلطه. طيب، خلصنا من الكانولا اويل، هذه الماركه مره ممتازه. انا بس حطيت لكم الماركات اللي انا بستخدمها، طبعا في ماركات ثانيه بنجيبها، بس هذول اللي لقيتهم احسن شيء. هذه عندي ماركة هارفست، مرة كويسة. طيب، خلصت من ده، خليني أبعده عشان لا نتلخبط. نجي عند الكورن أويل اللي هو زيت الذرة. زيت الذرة برضو بلان بيست، يعتبر زيت نباتي. درجة التدخين فيه تعتبر من المتوسطة لمرتفعة، medium to high. درجة التدخين توصل تقريبا من 230-233، يعني أعلى من الكانولا، برضو نقدر نقلي فيه. ينشف بسرعة، يعني ما تحسوا ان الشغلة اللي بتقلوها كده تصير مرة تقطر زيت كتير. ايش كمان ينفع نستخدمه في الخبز، كمان ينفع نستخدمه برضو في الكيك، برضو نكهته تعتبر الى حد ما معتدلة، وطبعا في الستير فراي. فهذا بالنسبة لزيت الذرة. زيت الذرة برضو من الزيوت اللي مرة تستخدم كتير، ولكن انا شخصيا افضل دائما لو هختار ما بين الاثنين فانا دائما اميل للكانولا. طيب، وهذا بالنسبة للكورن اويل. هذه الماركة برضو زي ما قلت لكم قبل أشيلها، اسمها شهية، برضو كويسة مرة، أحب الماركة دي ويعني بجيبها. وكل شركة طبعا تحب إنه هي تخلي الزيت حقها فيه له قيمة أكثر، فده الزيت مثلا هم مدعمينه بفيتامين A وفيتامين D. طيب، نجي بعد كده للسن فلاور اللي هو زيت دوار الشمس، برضو بلان بيست. هنا نبدأ ندخل في الزيوت اللي هي تستحمل درجة حرارات عالية، اللي هي هاي سموكينج بوينت، درجة تدخين مرتفعة. مثالي مرة في القلي هو، وطبعا الفيجيتابل اويل هنا يستحمل درجة حرارة 235 سلسيوس، يعني لو تلاحظوا ما بين هذا وهذا في تقريبا 10 درجات، فهنا ينفع مرة للقلي. ينفع برضو في الخبز الناس تحطه، لأنه لسه إحنا هنا داخلين في الزيوت اللي نكهتها مايل، ما هي نكهتها مرة قوية زي الفيجيتابل اويل، فهذا يدخل في البيكنج، يدخل في
وطبعا طبعا طبعا مرة مثالي في القلي، يعني تقريبا تاني أفضل خيار في القلي. في له يمكن حاجة واحدة تلاحظوها في القلي، إنه هو يعمل فوم، يعمل زي رغوة كده. لما تقلوا بالذات السمبوسة في رمضان تلاقوها تسوي رغوة. في ناس تحب الرغوة هذه لأنه في ناس يحب السمبوسة حقتهم يطلع فيها بابل صغير كده زي فقاعات، فهذا الزيت يسوي الشيء ده. بس يمكن في انواع قلي مختلفه، اللي هو احنا ما نبغى البابلز هذه تطلع، هذا يطلعها. فهذا ابو زهره برضو من الزيوت مره كويسه. نجي عند اخر زيت وهو الفيجيتابل اويل. الفيجيتابل اويل ده طبعا نمبر 1 في القلي. انا ما استخدمه ولا في اي حاجه ثانيه غير في القلي، لانه يعني احسه كده هو سووه بس عشان نقلي فيه، لانه نكهته واضحه ويستحمل درجه حراره مره عاليه. طيب ليش تحمل درجة حرارة عالية؟ لأنه الفيجيتابل أويل ما هو عبارة عن نوع زيت واحد، هما بيكون خلطين نوعين ثلاثة أحيانا أربعة أنواع زيوت. الزيت اللي دائما بيكون أو معظم الأحيان بيكون، فالزيت اللي أساسي يكون دائما موجود فيه أو معظم الأحيان اللي هو السنفلاور أويل، يعني هذا جزء منه السنفلاور أويل، لأنه زي ما قلنا السنفلاور أويل يستحمل درجة حرارة مرة عالية. وأحيانا نحطه معاه سويبين أويل ويكون فيه زيوت مختلفة. فزي ما قلت لكم هذا عشان يستحمل درجة حرارة عالية، فهو دائما الخيار المثالي لكم في القلي. استخدم نخلتين، انا هذه النخلتين اللي صرنا بنقلي فيه دائما. معظم القلي في البيت بيصير بالزيت هذا. اذا ما بيكون متوفر عندي طبعا بنستخدم ماركات تانية، بس حقيقي مرة لقيت القلي بيطلع مرة ذهبي فيه وما بيشرب مرة زيت كتير. فهذه الزيوت تستحمل درجة حرارات عالية ونقلي فيها، لأنه هي بتتكرر بيكرروها أكثر من مرة ومرتين وثلاثة عشان توصل لمرحلة إنه هي تستحمل دي الحرارة العالية. بس حتى هدول مش معناته إنه إحنا نطلع فوق الدرجة اللي هي 235 و240، لا برضو نفضل within الرينج هذا. هذا باختصار الأربع أنواع، هحط لكم صورتها. هذه أكثر أربع أنواع إذا أنا هستخدم زيوت فحيكونوا هدول. و I hope السيشن هذه تكون يعني فادتكم.